اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اشنو قال زهرك اليوم. تبغيو تعرفوا شنو غيقول زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا باش نكتشفوا جميع. وغنبداو ببرج الجوزاء، كيشير هذا اليوم الى فرص خاصه غتاتي عبر صداقات وجماعات غتحقق ليك الاحلام. ما عليك الا تحترس الا كنتي كتعاني من مرض القلب، وما تهملش اساليب الحيطه والحذر. وفي حياتك الخاصه عندك الجديد وغيتولد في حياتك العاطفيه، وغادي ياتيك القدر بمفاجاه ساره ما كنتيش كتوقعها على الاطلاق. وانت يا برج الثور، كيتحدث هذا اليوم على بعض الفرص اللي غادي تاتي عن طريق بعض المؤسسات، وكيشير الى عوده الماضي للتاثير في حياتك. وعلى الرغم من الذبذبات الجيده، ممكن تكون اكثر عرضه للحساسيه والامراض. وعاطفيا غتصادف شخص جديد غاب عليك طويل، وغتعاود اللقاء به وغتقضي معاه اجواء رائعه. وبرج الحمل، استعد لتغييرات مفاجئه والفرص استثنائيه، او لتحرر من قيد، او لخبر مميز ممكن يقلب حياه بعض الناس اللي حيطين بك. ومعروف عليك انك تحب الرياضه، وهذا اليوم غتلقى نفسك متوق للحركات والنشاط. وفي حياتك الخاصه كن صبور وعاقل، لان الاجواء غادي تحسن اليوم وغتعود ليك الحماسه وتستعيد تفاؤلك باستمراريه العلاقه بينك وبين الشريك. وانت يا برج العذراء، غتجبر على تقديم تنازلات لايجاد تسويه او الحفاظ على مركز او الاستمراريه في عمل، وانتبه للافراط في الطعام وخصوصا في الاعياد. وفي حياتك العاطفيه ممكن تلقى نفسك امام استحقاق لابد منه، غادي يتعلق بموضوع عاطفي وغتعرقل المساعي. وصلنا لبرج الاسد، فرص استثنائيه وحظ كبير وعلاقه فريده وتجربه ما غاديش تنساها، ممكن تدق بابك. وإلا لاحظتي انخفاض في حيويتك، ما تجهدش نفسك، بل خصص بعض الاوقات في الصباح للقيام بالتمارين، غتامن لك الاسترخاء والراحه. وعاطفيا، يوم ايجابي ومناسب للتغلب على ذكريات مريره، كما انه يوم مثمر غيؤدي فيه الحظ دورا ايجابيا. وانت يا برج السرطان، كيبشرك هذا اليوم بالافضل، بل كيقدم لك فرص مواتيه للتخلص من الخصوم والاعداء. عليك ممارسه الرياضه اللي كتساعدك على الاسترخاء وعدم القسوه على نفسك، باش ما تخطاش الحدود وقدرتك على الاحتمال. وعاطفيا، غتطرح جديد في هذا اليوم، وغتنطلق وتبحث على حقائق، وغتشبت بارائك في مواجهه تصرفات الشريك. وانت يا برج القوس، كيشير لك هذا اليوم الى مشروع خلاق او الى ترقيه كتستحقها لتفوقك في مجال عملك. نقاط ضعفك امام الماكولات الشهيه كتجعلك تفرط في تناولها من دون ما تقدر العواقب، وذلك في المستقبل القريب. وعاطفيا، كن صريح مع الشريك، لان الزمن غادي يتقلب عليك، فممكن تنقلب الامور عليك وتلقى نفسك عاجز على تحمل ردود فعله. والزهر كيقول لبرج العقرب، كتواجه الكثير من المنافسة في مجال عملك، وكتحاول تخطاها بحكمة ومن دون ما تأذي حتى شي واحد. توعك غير مؤلم، ممكن يتطور سلبا ويستدعي دخولك للطوارئ في المستشفى. وفي حياتك الخاصة كن هادئ قدر الإمكان، وما تحاولش فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأن هذا اليوم كيحمل لك خلافات ونقاشات صعبة. والزهر كيقول لبرج الميزان، كيتحدث هذا اليوم على فرص غتأتي على طريق شراكة وعلى عقود واتفاقيات جديدة، وكثرة تناولك الطعام غيؤدي إلى زيادة وزنك من دون ما تشعر بذلك، فغتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها. وعاطفيا، كتناقش قضية زوجية وربما كيخشى البعض البلبلة أو الغضب، فكن حذر بزاف وما تصعدش المواقف إلا شعرتي بهذا المناخ. وبرج الحوت، كيتيح لك هذا اليوم فرص مهمة للنجاح بالاستثمارات أو لتنفيذ بعض الأفكار، كتخلص من التعب النفسي اللي كنتي كتشكي به بالابتعادك على الهموم في العمل ومشاغله. عاطفيا، ما غاديش تحتاج لتقديم تبريرات، بأن الحبيب كيتفهمك وكيستوعب تصرفاتك قبل ما تقول أي كلمة. وصلنا لبرج الدلو، فرص استثنائية كتتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء كيتحرك بسرعة وكتتوصل معاه إلى نتيجة المطلوبة. عدة أمراض ممكن تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إلى مارسة الرياضة. وعاطفيا، كتميز بشخصية جذابة ولطيفة، ولا بد ما تلفت الأنظار إلى كنتي أعزب. إنه يوم مميز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة. ونختموا ببرج الجدي، كتلوم الزملاء على تصرفاتهم، وممكن يكون اليوم مسرح لبعض المشكلات اللي كتعاني منها وكتهدد الفرص في العمل. بنيتك القوية القادرة على تحمل الضغوط ممكن تنهار في أي وقت إلا هملتي الاهتمام بوضعك الصحي.
وعاطفيا الى صممتي على اجتياز الصعوبات غيحلفك الحظ وما عليك سوى القيام بالمبادره. مشاهدينا وصلنا لنهايه برنامج اشنو قال زهرك اليوم. الى بغيتوا تعرفوا شنو غيقول زهركم غدا نتلاقاو في نفس الموعد على قناتكم شوف تيفي.